نريد أن نستعيد مصر دي، وإحنا الآن بنحاول استعادتها مرة ثانية. أتمنى أن نعتبر أن استعادة صناعة السينما المصرية مرة ثانية كاملة غير منقوصة مسألة مهمة. يعني محاولة سيطرة الإخوان المسلمين على الحكم في مصر وبالتالي المنطقة العربية، قلت الإخوان كانوا يعتبرون أن الإعلام هو بداية معركتهم مع الشعب. وأنا بقول كلمة الإخوان ولا أحب أن ألحقها بكلمة المسلمين. أيضا تقول الثقافة والإبداع ضد مبدأ الإخوان الأساسي اللي هو السمع والطاعة. السمع والطاعة مسألة مهمة، ومن يقرأ أدبياتهم، وأنا قرأتها في السنة السوداء التي حكموا فيها مصر، فهم يقومون على إلغاء العقل البشري تماما. ثورة يوليو وجمال عبد الناصر منطقة القتل بالنسبة لي. مساء الخير. يقال أن بعض الأدباء والمثقفين يؤمنون بنظرية البرج العاجي والترفع عن قضايا المجتمع لصياغة مشروعهم الخاص. ضيفي اليوم بالتأكيد ليس منهم، ربما لأنه جمع بين عالمي الأدب والصحافة وكان مشتبكاً على الدوام بقضايا مجتمعه في العالمين، الأديب والروائي المصري الكبير يوسف القعيد في الجزء الثاني من هذا الحوار. أهلا وسهلا مجددا أستاذ يوسف. الله يخليك، أهلا بك. أهلا وسهلا. طيب، في 2017 قلت أرى المجتمع المصري الراهن مجتمع حاضن للتطرف والإرهاب. تمام. ولولا معجزة القوات المسلحة والشرطة كان زماننا في بين قوسين أبو نكلة. أولا كيف ترى الوضع الآن؟ يعني أرى أفضل، وأرى أنه تم الانتصار على التطرف والإرهاب، وبفضل المجتمع المصري، القائد المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، قوات مصر المسلحة العظيمة والباسلة. ولكني أرى أن الخطر الجديد الذي يجب أن يحارب، لأنه بيخلق بيئة حاضنة للتطرف والإرهاب، هو الأمية التي يجب محاربتها، واعتبار أن محاربتها عمل وطني أساسي لتأسيس مصر الحديثة والجديدة التي نحلم بها جميعا. وعلينا أن نعتبر أن الحرب ضد الأمية حرب مقدسة لاستعادة مصر التي صنعت لنا الأسماء العظيمة مثل طه حسين وسعد زغلول ونجيب محفوظ ومحمد حسنين هيكل وقادر المزني وأسماء وأحمد شوقي وحافظ إبراهيم، أسماء كثيرة جدا ملأت حياتنا بالدفء والشعر والفن والأدب بشكل غير عادي. نريد أن نستعيد مصر دي، وإحنا الآن بنحاول استعادتها مرة ثانية. الجميل أنه منذ أيام هنا في القاهرة كنا نتحدث مع أصدقاء عن إرث تلك المرحلة التي تتحدث عنها، حتى الموسيقى، السينما، طبعاً. بالفنون، طبعاً. كل الإبداع الذي أتى لاحقاً هو من إرث تلك المرحلة. تمام. وبالتالي يعني نداء في وقته. طبعاً. وأتمنى وأشكرك أنك يعني توحي لي بما يمكن أن أقوله. أتمنى أن نعتبر أن استعادة صناعة السينما المصرية مرة تانية كاملة غير منقوصة مسألة مهمة، وأننا نعيش حتى الآن على سينما النصف الأول والنصف الثاني من القرن العشرين. هذه هي الأفلام التي نعيش عليها، وما ينتج لا بأس به، وشكرا لمن يقومون به، لكن إرث مصر السينمائي أكبر من هذا بكثير وأهم من هذا بكثير، ودور مصر الثقافي في الوطن العربي والعالم الإسلامي والعالم الثالث كله كان إرثا سينمائيا بالدرجة الأولى، ويجب أن نحاول استعادته بأي شكل من الأشكال. تقول أيضا عن مرحلة صعبة من تاريخ مصر وتاريخ المنطقة، يعني محاولة سيطرة الإخوان المسلمين على الحكم في مصر وبالتالي المنطقة العربية. قلت الإخوان كانوا يعتبرون أن الإعلام هو بداية معركتهم مع الشعب. يعني معركة مع الشعب تحديدا.
طبعا مع الشعب المصري كله. كيف؟ وأنا بقول كلمة الإخوان ولا أحب أن ألحقها بكلمة المسلمين، لأنهم لم يكونوا مسلمين ولم يكونوا إخوانا على الإطلاق. وأنا فاكر أن أنا اشتركت في اعتصام المثقفين في وزارة الثقافة في آخر أيام حكم الإخوان، وهو الاعتصام الذي تحركنا به من وزارة الثقافة في الزمالك إلى ميدان التحرير، ومن ميدان التحرير إلى القصر الجمهوري في مصر الجديدة، حيث بدأت الثورة التي أنهت حكم هذه الجماعة الطاغية الباغية التي أرادت تغيير مصر إلى الأسوأ، ورفضها الشعب المصري كله. وكنا نعبر عن إرادة هذا الشعب وليست إرادتنا نحن، لأن انضمنا وإحنا ماشيين من التحرير إلى قصر الاتحادية آلاف مؤلفة وعشرات الآلاف ومئات الآلاف إن لم يكن ملايين من المصريين، وقفوا معنا وآذرونا وحمونا من اعتداءات الإخوان، ووصلنا إلى هناك ونجحت هذه الثورة، وأتى الحكم الجديد الذي أنهى هذه الفئة الباغية الطاغية من حكم مصر. أذكر أنه إذا ما تخني الذاكرة أنت كتبت مقال عن تلك المرحلة، قلت أن الإخوان المسلمين، أظن كأنك كتبت شيء، يقطفون التفاح وهو لم يزل أخضر. تمام. كانوا مستعجلين، ها؟ كانوا عندهم استعجال غير عادي لحكم مصر. والرجل اللي وضعوه في الرئاسة، مش عايز أقول اسمه، لم يكن هو الذي يحكم مصر، كان يحكم مصر شخص آخر، هو خيرت الشاطر من قصره في المقطم، وهو حي من أحياء القاهرة، وكان هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في كل ما يدور في مصر. والرجل الذي وضعوه في مؤسسة الرئاسة كان مجرد صورة. وأنا دعيت كثيرا للذهاب لمقابلته ورفضت تماما، واعتبرت أن الذهاب إليه خيانة لروح الوطن وتاريخ الوطن ومجد مصر التي أعلت من شأن العقل البشري والعقل الإنساني والعقل العربي والعقل الإسلامي والعقل المصري على مدار التاريخ، 20 قبل 20 قرن قبل الميلاد و20 قرن بعد الميلاد. نعم. إذا الصوت المثقف في مصر أسهم بشكل طبعاً ما طبعاً في مواجهة طبعاً حكم الإخوان. طبعا. وأنا ألوم نفسي وألوم كل الإخوة الآخرين وكل الأدباء الآخرين الذين حضروا اعتصام المثقفين في وزارة الثقافة، أننا لم نكتب يوميات هذا الاعتصام، وأننا لم ندون ما جرى في هذا الاعتصام، لأنه كان عملية استعداد لإعادة بعث مصر الجديدة مرة تانية. وأنا أذكر أننا تحركنا من مقر وزارة الثقافة ومنعنا الوزير الإخواني من دخول الوزارة، وتحركنا في شوارع الزمالك متجهين إلى ميدان التحرير عشرات، فوصلنا إلى التحرير آلاف وربما ملايين من الذين انضموا إلينا من الجمهور العادي ومن البشر العاديين الذين أعجبوا بما نقوم به وقرروا مشاركتنا فيه وأن يكونوا جزءا من الذين نفعله. قلت أيضا: يا ويلنا وسواد ليلنا لو أن الهوية الدينية أو لو إن الهوية الدينية أصبحت بديلة للهوية الوطنية، فهذا أمر سيكون بالغ الخطورة. ما هي مقومات تعزيز الهوية الوطنية في رأيك؟ لا، أنا أولا مش ضد الدين، أنا اسمي الأساسي محمد ومن أسرة مسلمة، ونشأت في قرية حيث أن الدين كان يسبق الوطنية. لكن عندما جاء الإخوان وحاولوا أن يجعلوا من الدين بديلا للوطنية، رأيت أن هذا خطر على الهوية المصرية وعلى روح مصر وتاريخ مصر ومنجز مصر الحضاري، اللي لو قرينا كتاب جيمس هنري بريستد فجر التاريخ سندرك أن مصر هي فجر البشرية كلها، وأن البشرية كلها خرجت من مصر. وليس في هذا الكلام أي شفونية خاصة بمصر، لكن هذه حقيقة من حقائق الوضع الطبيعي والعادي. نعم. أيضا تقول: الثقافة والإبداع ضد مبدأ الإخوان الأساسي اللي هو السمع والطاعة. تمام. طبعا هم السمع والطاعة مسألة مهمة، ومن يقرأ أدبياتهم، وأنا قرأتها في السنة السوداء التي حكموا فيها مصر، فهم يقومون على إلغاء العقل البشري تماما، ويقومون على
إعمال فكرة السمع والطاعة، ومن يقرأ ما قاله الشابان اللذان حاولا قتل نجيب محفوظ في محاولة اغتياله يدرك أنهما من فلول أو من بقايا هذه الجماعة، وأنهما يقتلونه لأنهما يحاولون قتله لأنهما استمع إلى أنه كتب رواية يهاجم فيها الله سبحانه وتعالى، وهذا لم يحدث. وسألهما المحقق: هل قرأت هذه الرواية؟ نعم. فقال أنهما لم يقرأها. كنت قريب من الأستاذ نجيب محفوظ وقتها؟ طبعا، كنت بعتبره أبونا الروحي. يعني رغم أن الأب الروحي عنوان فيلم سيء أمريكي، لكنه كنت بعتبره المؤسس لإنسانيتنا ولفننا ولإدراكنا للحياة، وكنت أعتبره أبا روحيا. وبنفس القدر الأستاذ محمد حسنين هيكل، المثقف المصري الكبير ورئيس تحرير الأهرام في زمن عبد الناصر العظيم. تلك الحادثة اللي تعرض لها نجيب محفوظ، هل أثرت على كتاباته لاحقا، على مواقفه، على رؤيته؟ لا إطلاقا، لا إطلاقا، لم تغير أي شيء فيه، واستمر يجلس معنا وكلامه لم يتغير وآراءه لم تتغير، وبالعكس كان بيعتبر أن نجاته من الاغتيال هي هدية من الله سبحانه وتعالى له وللشعب المصري كله ضد البغاة والطغاة والقتلة. نعم. ودي أسألك عن علاقتك بالأستاذ هيكل، محمد حسنين هيكل، لأنه أيضا هناك تساؤلات كثيرة جدا على بعض المواقف للأستاذ هيكل. يعني أنت دائما تتحدث بشكل إيجابي عن تلك التجربة. طبعا. لا توجد لديك مآخذ، ما في نقاط سلبية في مسيرة محمد حسنين هيكل وأنت القريب منه؟ لا، أنا أولا لم أعرفه وهو في الأهرام، عرفته وهو في منزله بعد أن ترك الأهرام، وكنت أتردد عليه بشكل منتظم ونتكلم في أمور الحياة، وهو الذي اقترح علي أن ما نقوله، أسئلتي وإجاباته، يمكن أن تكون كتابا ينشر. وبدأت من لحظتها أسجل أسئلتي وإجاباته، فكان كتابي الذي أعتبره كتابا مهما في مسيرتي محمد حسنين هيكل يتذكر عبد الناصر والمثقفون والثقافة، وهو كتاب أنا بعتبره كتاب مهم وشهادة مهمة جدا على تجربة عبد الناصر الثقافية. لا ينقصها إلا أنه اشترط علي أنه قبل النشر يقرأ الكتاب وأنشر ما يجيز نشره فقط، وقد حذف من الكتاب كثير جدا جدا من الوقائع ومن الأمور المهمة، وكان لدي أمل كبير في أن أقنعه في نشرها في حياته، ولكنه كان يرفض إلى أن وفاه الأجل. فاعتبرت أن دي أن وصايا الموتى تصل إلى حدوث شهادات الكبرى في حياة الإنسان، فاعتبرت كأنه لم يكن وركنته ولن أنشره طالما أنه في حياته لم يوافق على نشر ما حذفه. نعم. في روايتك الحرب في بر مصر، يعني كنت من أول الأدباء اللي انتقدوا النظام السياسي في الستينيات والسبعينيات. طبعا في شيء من التناقض، لأنه أنت تتحدث بعشق إذا جاز التعبير ربما بمبالغة عن جمال عبد الناصر. كيف هذه الثنائية، يعني إعجابك الشديد بشخصية جمال عبد الناصر ونقدك لنظامه السياسي؟ بص، أنا في عبارة قالها قدامي الأستاذ نجيب محفوظ الله يرحمه، بعتبرها دستور في حياتي. عندما أكتب نصا أدبيا لا أعبأ بشيء، أي شيء أيا كان. نعم. ده اعتبرته دستور حياتي، فعندما أجلس لكتابة نص روائي يختلف الأمر عن كتابة صحفية، يختلف الأمر عن أشياء كثيرة جدا 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 في حياتي، وأعتبر أن دي شهادتي الأخيرة أمام الدنيا كلها حتى بعد أن أرحل عن هذا العالم. ليس معنى هذا أن الكتابة الصحفية لا تكون صادقة، لكن الكتابة الأدبية لها قدسية من نوع خاص وقداسة من نوع خاص لا يمكن أن أتخلى عنها أبدا. نعم. تجربة العمل الصحفي تجربة طويلة ومهمة طبعا، وربما يعني متداخلة مع كتاباتك الأدبية. هل أثرت تجربتك الصحفية على كتاباتك الروائية الأدبية؟ والله أتمنى ألا تكون أثرت، وإن أثرت
وثبت أنها أثرت من خلال دراسات نقدية أدبية